التموين. دايما بنقول لحضراتكم ان احنا بنحاول ان احنا نوصل لحضراتكم الحقيقه من على ارض الواقع، من اكتر الملفات اللي بيبقى فيها العديد من الاشاعات والاخبار الكاذبه بيبقى ملف التموين، عشان ده الملف اللي بيتعلق بالقوت اليومي اللي طبعا اهتمام كبير من اي بني ادم واي مواطن، بالتاكيد ان هو اكل عياله او اكل عيشه زي ما بيقولوا. من ان لاخر بنلاقي بعض الاشاعات اللي بيقول لك في نقص في سلعه معينه، لا في زيادات في الاسعار شكلها كذا، فطبعا تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس ان دايما يبقى في مد وما يبقاش في اي نوع من النقص من اي سلعه من السلع الاستراتيجيه الهامه، وكمان انها تكون متوفره وبسعر مناسب للجميع. وزاره التموين والتجاره الداخليه بتستمر في مد شركات المجمعات الاستهلاكيه التابعه للوزاره بالسلع الغذائيه باستمرار وبصرف المقررات التموينيه لاصحاب بطاقات التموين، وده بجانب طرح منتجات اللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكيه للمواطنين باسعار مخفضه كان بقى من 20 ل 25%. الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه قال ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسيه لسته اشهر بالتكلفه كبيره جدا حوالي 1.8 مليار دولار، وده كان قبل ازمه كورونا لهذا الغرض، وان ده كان بيتطلب بالتاكيد بدل في تخزين وبدل في توفير ده بيتطلب ساعات تخزينيه كبيره جدا لاستيعاب مضاعف لكميات الاحتياطي من السلع الأساسية والاستراتيجية، وده طبعا من أجل تحقيق مفهوم الأمن الغذائي للمواطن المصري، توفير كافة السلع بالأسواق وبأسعار مناسبة وعادلة للجميع. ده بنركز عليه دايما وبنقول إن الدولة كان دايما بنأكد على المعلومة دي، كان في تحرك المسبق، يعني احنا بنتكلم الحمد لله قبل الأزمة الروسية الأوكرانية في العديد من الدول اللي هي من أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم، الأموال موجودة لكن ما فيش عندهم طاقات أو ساعات تخزينية عالية، فده أدى إلى نقص شديد جدا في العديد من السلع، وكانوا هم كمان بيخاطبوا مواطنيهم إن هم ينزلوا ويعملوا تخزين للأكل لأنهم ما عندهمش طاقات تخزينية. الحمد لله كان في تحرك مسبق إن احنا يبقى عندنا طاقات تخزينية في سلع عديدة جدا، وأولهم طبعا بالتأكيد القمح اللي بنأكد إن احنا الحمد لله قدرنا ان احنا يبقى عندنا الصوامع وان احنا نبقى سباقين في ان احنا عندنا ساعة تخزينية تكفينا، مخزون استراتيجي يكفينا اكتر من 6 شهور ويمكن لغاية اخر العام ان شاء الله. فطبعا تحرك مشكور بشكل كبير جدا من الدولة وزي ما بيقولوا كده في وقته.